شركة هاوستكس. والله بص انا شغال شيلان وكبات وفورير تونيك، كلها منتجات تريكو. كان والدي يعني كان شغال مصنعيات، بس يعني كان بيعمل القماش ويدي للمصانع. انا اللي دخلت السوق، وانا اللي طورته ودخلت السوق يعني. باشمهندس احمد، عايزين نعرف المنتج بتاعنا وصل على مستوى كام محافظة؟ غالبا مصر كلها يعني، باستثناء مثلا ممكن نقول 3 4 محافظات يعني. ممكن نقول السنه اللي احنا فيها دي بس اللي كان فيه مشاكل في الخامات. طبعا انا برضو بالنسبه للفرو اللي هو الاكسسوار والفرو انا بجيبه من بره، برضو كان فيه اعاقات كتير السنه دي، بس الحمد لله يعني، الحمد لله برضو يعني تغلبنا والحمد لله. المنتج بتاعنا تصنيع مصري، اما الخامات بتاعته ايه؟ صيني وتركي. تمام باشمهندس احمد، طبعا زي ما انت عارف الطورات اللي حصلت في البلد من البنيه التحتيه، الطرق، لحياه كريمه، حابين نعرف برضه هل انتوا استفدتوا بالحاجات دي ولا لا؟ والله طبعا يعني بالنسبه لل هي يعني المنطقه اللي في المصنع يعني مش قوي، انما طبعا في طبعا الشوارع، في طبعا الطرق طبعا اتظبطت. المشوار اللي كنا بنروحه مثلا في ساعه، لا بنروحه دلوقتي في نص ساعه. طبعا هو طبعا عامل طفره كبيره، ومن نجاح لنجاح. يا رب. حابب تضيف اي حاجه للمستهلك المصري؟ ربنا يكون في عونه. أعزائي المشاهدين، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.